السلام عليكم، صحة رمضانكم. معكم دكتور كريم العييضة، الأمين العام لأمراض الجهاز الهضمي والتنظير الهضمي. رح نتكلم اليوم في عجالة عن رمضان والجهاز الهضمي. يؤثر الصيام خلال شهر رمضان بشكل كبير جدا على نمط حياتنا، وكاين زوج حوايج يتأثروا بزاف في هذا الشهر الكريم. الأمر الأول وهو النوم كما تعلمون، والأمر الثاني هو الوجبات الغذائية اللي نتناولها خلال هذا الشهر. وهذه الوجبات الغذائية تتأثر بشكل كبير وكبير جدا من حيث النوعية نتاعها ومن حيث المواقيت اللي نتناولوها فيها. هذه الاضطرابات تتمثل أساسا في الحرقة، أي ما يسمى بالإرجاع المعدي المريئي، أي الحريق اللي يحسه المريض يطلع، خاصة بعد تناول وجبات فيها ليدان بزاف، فيها الدهنيات بزاف، وخاصة إذا المريض بعد الماكلة راح ركن للنوم مباشرة بعد ذلك. الأمر الثاني راح يشكي المريض من اضطرابات هضمية متنوعة، وهي صعوبة في الهضم. راح يقول لك عندي النفخ، عندي ثقل، راني نحس الماكلة ما تمشيش، راني مبلوكي على هذا المستوى إلى آخره. الأمر الثالث وهو الإمساك، أي لا كونستيباسيون اللي راح يشكي منها المريض. والسبب الرئيسي تاع هذا الإمساك وهو أن هذه الوجبات ما فيهاش الألياف، ما فيهاش الخضروات، ما فيهاش الفواكه، على بها نسبة الإصابة بالإمساك في هذا الشهر الكريم تكون كبيرة وكبيرة بزاف. وأخيرا خاصة المرضى اللي يعانيوا من الكولون العصبي، في هذا الشهر الكريم الحمية اللي عادة ما كانوا يطبقوها من قبل ما يطبقوهاش في هذا الشهر، الشيء راح يتسبب في زيادة كبيرة جدا في الأعراض تاع هذا الكولون العصبي، من ألم في البطن، من الانتفاخ، من الإسهال أو الإمساك إلى آخره. في الأخير نقدم لكم بعض النصائح للوقاية من هذه الاضطرابات المختلفة باش ما تصراش، وباش الشخص يكون عنده الإيجابيات تاع الصيام تاع شهر رمضان الفضيل بدون ما تكون هذه السلبيات اللي ذكرناها. أولا لازم ينقص من عدد الوجبات الغذائية، لأن ما نقدروش نصوم 16 ساعة وثمن سوايع المتبقية راح نخلدوا فيها للنوم وراح ناكلوا فيها عدة وجبات متعددة. الأمر الثاني كي ناكلو لازم نمضغو مليح الماكلة، ناكلو بالعقل وما ناكلوش عدة وجبات في نفس الوقت، ونعمرو المعدة ونتعبوها بعد راحة اللي دامت مدة طويلة ما تقدرش تهضم الغذاء وتعطينا توصل هذه الاضطرابات المختلفة اللي ذكرناها. باش نتجنبو أيضا هذا الإرجاع وهذه الحموضة اللي تطلع، القروسية اللي تطلع للمريء، ما لازمش ناموا نرقدوا مباشرة بعد ما ناكلوا، ولازم نقصوا من تناول الدهنيات، اللحوم الحمراء اللي هي عندها إيجابيات من حيث نوعية على البروتينات اللي تجلبها، وإنما فيها سلبيات وسلبيات كبيرة جدا فيما يخص الدهون اللي تجلبها، لأنها دهون أحماض دسمة مشبعة وهي ضارة للجسم، وهي المسرطنة، أذكركم بأنها مسرطنة، وهي اللي تسبب في انسداد الشرايين. أحسن شيء في هذا الشهر الكريم هو أننا نحافظ بقدر المستطاع عن النمط الغذائي العادي اللي كان عندنا في غير شهر رمضان، وإن تكون حاضرة بقوة الخضر والفواكه اللي هي فيها جانب وقائي مبرهن عليه علميا، وننقص من نسبة تناول الدهون خاصة اللي نجلبها من خلال اللحوم الحمراء. وفي الأخير راح نقولوا بأن الوقاية خير علاج، مش الوقاية خير من العلاج، وإنما الوقاية خير علاج. في حالة استمرار الأعراض ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي اللي راح يعطي لكم أقراص عندها فاعلية كبيرة ضد مختلف هذه الاضطرابات. في الأخير نتمنى لكم رمضان كريم، ومسبقا صحة عيدكم، تهلاو في الأهل تاعكم وتهلاو في نفوسكم، بقوا على خير.